قام الفنان البريطاني من أصل إيراني أمد أسدي بنحت صور معقدة على أوراق شجر متساقطة بعدسة مكبرة ومشرط وإبرة دقيقة فقط. وتضمنت الصور التي تم نحتها على أوراق الشجر مشاهير مثل المغني الجامايكي الراحل بوب مارلي وحيوانات كالنمور والنسور. ويستغرق أسدي لنحت ورقة شجر واحدة حوالي 3 ساعات. نشاهد بعض هذه الصور.